14/12/2013 الحولي، ولقاء مع الكادر الطبي في المشفى الميداني. شو بتحكي لنا اخي عن فصل الشتاء الفارس؟ يعني الفصل وشو عم يحمله معنا كل سنه، يعني اكيد بصير حالات كثير يعني من الامراض. اكثر شيء الاخطار نزلات البرد، وخاصه هذا الفصل كان قاسي علينا كثير يعني من اوله، وهيك اكثر شيء جانا وانتشر بشده يعني مرض الجفاف عند الاطفال، خاصه عند الرضع. يعني اكثر من 25 حاله صار جايينا بسبب حالات، لانه اغلب الاهالي ما عندهم مضغوط هاي السنه او مواد تدفئه بشكل عام. يعني حتى اللي عنده شو صار، يجينا كمان حالات بجديد، التهاب عصبات مزمن وحاد جدا، لانه صار جو الضيع ملوث، ويعني مثل ما بنشوفه حطب ما بيوفر مع المازوت او مواد تدفئه الثانيه. طب الادويه نحن اللي بنحتاجها بهيك حالات انه موجوده متوفره عندنا، ولا اكثر شيء بنعتمد على السيروم لهالحاله، حالات جفاف والتهاب عصبات اكثر شيء بدنا ادويه سيروم وادويه التهاب بشكل عام. متوفره موجوده شيء؟ والله طريق ما في، يعني للاسف هذول جايبينهم وموفرينهم لمين؟ لحالات للجرحى. ويعني نتمنى من الدعم والداعمين لنا يعني استعجلوا بهالشغله هاي، خاص السيرومات، وبركز على شغلات ادويه الالتهاب اكثر شيء، والفلاجيل هاي بتجي فلاكونات، واذا في شراب اطفال كمان يعني ما مفقود، شراب الاطفال هذا مفقود لا تسالوا عنه، عنه اضطر نحط لهم سيروم لانه ما فيها المواد هاي وما فيها الادويه. وان شاء الله الله معنا، وان شاء الله نخلص من النظام على عن قريب ان شاء الله، ما بنحتاج ان شاء الله باذن الله. الحوري المشفى الميداني 14/12/2013.